في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وأذكر شراح الحديث عندما استطعتم قوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وهنا يريدون الآية: فاتقوا الله ما استطعت واسمعوا وأطيعوا. ويأتي نقلة أخرى للمقارنة بين الآيتين: فاتقوا الله ما استطعتم، والآية الأخرى: فاتقوا الله حق تقاته. هل بين الآيتين تعارض؟ وهل حق تقاته منسوخة أم لا؟ مما يذكره علماء أصول التفسير من أن فاتقوا الله حق تقاته منسوخ، ويجيب عن ذلك الآخرون بأنه لا يوجد نسخ. وقالوا في سبب، أو لما نزلت فاتقوا الله حق تقاته ذهبوا يبكون إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه: من الذي يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فلما سمع منهم ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فنزلت اتقوا الله ما استطعت. قالوا: فما فرحوا بشيء مثل فرحهم بتلك. وقالوا: إنها نسخت حق تقاته. ولكن الآخرون يقولون: ما نسخت، وبيان حق تقاته ما هو؟ يشير إليه آخر الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام أعم من حقيقة التقوى، لأن الإسلام أعمال ظاهرية، يأتي بعد منه رتبة أعلى الإيمان، يأتي رتبة أعلى الإحسان. والتقوى هي رأس مال المسلم، هي نهاية كل شيء. فقالوا: اتقوا الله حق تقاته هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والدوام على هذا الالتزام حتى الموت، كما جاء في قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال فيها الصديق رضي الله تعالى عنه: قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي التزموا واستمروا على ذلك حتى ماتوا عليه. لذا اتقوا الله حق تقاته دائر القول فيها بين النسخ وبين عدم النص، وتفسير حق تقاته بما جاء في آخرها: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبهذه المناسبة يقولون: إن ترك المعاصي لا يقوى عليه جميعه إلا الصديق، وفعل المأمور به قد يقدر عليه كل الناس في قدر الطاقة. ولذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: عجب ربنا لشاب ليست له صبوة. لأن ترك المعاصي ليس بالأمر الهين. ولما سئل: أيهما خير، شخص تراوده النفس عن المعاصي فيكف، وشخص لا تراوده نفسه أبدا، أيهما أقوى، أيهما أفضل عند الله؟ قال: الشخص الذي تراوده نفسه ويمنعها. أما الشخص الذي لا تراوده نفسه ما عنده مجهود ولا عنده شيء من هذا. وبهذا نعلم بالمناسبة الرد على من يتعاطى أو يتناول قضية يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولقد همت به وهم بها. فيقولون: كيف يهم بها وهو نبي؟ فيجيب عن ذلك العلماء:
بأن الهم الموجود عند يوسف عليه السلام هو الدواعي الجبلية في الإنسان. أي إنسان إذا كان جائعا ورأى طعاما، النفس بطبيعتها تشتهي هذا الطعام، ولكن يأتي بعد ذلك النظر هل هو حلال له يأكل منه أو هو حرام طعام الآخر يكف يده عنه. لكن رغبة النفس موجودة ولا معدومة؟ موجودة. فالقدرة هنا والعفة والتقى أن يكف يده عما إذا لم يكن له. لو كان مريض سقيم ولم يأكل منه نقول والله نتعفف عن الحرام، ولا نقول المرض هو اللي منعه؟ المرض اللي منعه. فكذلك نبي الله يوسف لو لم يكن عنده ميل للنسوة، لو لم يكن فيه غريزة الجنس، لو لم يكن مكتملا من الناحية الإنسانية، ولقد رأى برهان ربي، لولا أن رأى برهان ربي، إذا هو كف الهم الجبلي الذي يراود النفس، ولكن العصمة من الله إليه حينما كف عن هذا الحرام مع وجود الدوافع. فلو كف ومع عدم وجود الدوافع يبقى هذا الكف قيمة؟ ما له قيمة. إذا همت مؤكدة وحريصة ولها غاية الحرص على أن يحصل لها ما همت به، غلقت الأبواب هيت لك، ولكن فهي كانت حريصة كل الحرص، ولكن هو ما هم ولا حرص أن يفعل. إنها خطرات النفس البشرية فيما يعرض عليه، ولكنه كف مع الدوافع. إذا كما يقولون في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قاتل القاتل في النار ما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. ففرق بين هم لمجرد خطرات النفس وبين هم جازم مؤكد ما رده إلا العجز والتقصير. إذا فاتقوا الله ما استطعتم، هذه مشى في طريقها، واتقوا الله حق تقاته أي الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي، ولا يقوى عليه إلا الصديقون كما قالوا. والله تعالى أعلم. وأعتقد أن ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه تناول هذه الآية هاتين الآيتين فيما يتعلق في دفع هم الاضطراب، وهي من مواضع آية قصيدة النظم السيوطي فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، والشيخ الله يغفر له كان أملى علي فيها بشرح لهذه القصيدة، ومنها واتقوا الله حق تقاته هذه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.